السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد، فيديو عن فتح البقجات اللي طلعت جديده، نزلت جديده من امبارح، تبعت السيارات امبارح، يمكن امبارح فنزلت، فتحنا دولاب الحظ وشوف شو طلع لي. فتحت دولابين حظ طبعا، فالدولابين الحظ اللي فتحتهم طلعوا لي شغلات وشغلات، فشوفوا شو كان، كيف كان الفيديو. بتمنى لكم مشاهده ممتعه وخليكم على الفيديو، ولا تنسى تعطيني رايك بتعليقات وتوصل هذا الفيديو 700 لايك، وشكرا لكم وشكرا للمشاهده والسلام عليكم. متشو ابنكم ان يفتحوا صوتكم ونقول يا بسم الله. نجيب اول 10 ولا اول واحد؟ خليها اول وحده على 10. يا بسم الله، ناخذها نشوف شو بيطلع لنا. افتح بحظي بيجيك حظ حلو خرافي. يلعن الحظ. اي اول 10 مع بعض. قلت لي افتح على حظك. تسمعوني ولا لا؟ ايه يلا. ثاني 10. على حظ مين؟ ثالث 10 على حظ ابني ادم. لك وانا قافل. اهم شيء انا. عم شو ما عم يطلع لي شيء يا زلمه. على حظ ابن كوباني. يلا روح. تضرب انت وحظك. على حظ ابن الشام. شنو صار؟ علق. بعدين على حظ ميسي. عويني عويني. والله ابن الشام بدي ضل افتح على حظك انا. اذا راح تطلع له. طلع لي تنتا. عرفت كل المصاري اخر شي طلع لي تنتا. يلا. خلاص خلاص. لا تنبسط لا تنبسط اكثر. طلع لي هذا كمان على حظه. شو هي؟ يومبي؟ يا شوف مامتي عامل لك، وانا هو بده حظك انا حظ النوب. طلع لي هاي العمله اليقطينيه رمز ما بعرف شنو. هلا خلينا نجمع. ايه هي صندوق. ما طلع لي شيء. لك سيارة. ها؟ هاي هي هي سيارة. لازم يطلع منها لك تنتين اول شيء. طلع لي بس واحدة. ايه بس يطلع لك واحد ثانية. تمام تمام. كمل كمل. جيب كمل. اول سيارة. جيب اول سيارة. يلا زبط الصوت ما عندك، الصوت عندك عم يتكرر. من عندي ولا من عند بشام؟ ما اعرف انه واحد من عندكم. هلا عم يرجع؟ طلع لي لبس. ايه وين اللبس؟ هذا هو. وين شنو هذا؟ خليني نشيل هذا القناة، نشيل هذا. ايوه خلينا نروح نكمل. خذ خذ ايش الشيء اللي خوزي كمان. حظي ما راح يطلع لي ثاني بعرف ما راح يطلع. بعرف حظي. عويني. خلينا نجيبه. جبنا سيارة، أول سيارة جبناها. هلا حطوا ورق نشوفه. طلع لي العملة. طلع لي العملة. بدها أربعة. ابن شام. السيارة واللبس والشنطة وال شو اسمه جبناها، شو رأيك نروح نفتح سكار عندي 9000؟ سيارة لأي ليفل؟ ليفل الأول طلع لي، ما عادي طلع لي أكثر هيك ما أعرف، ما راح يطلع لي. لا صح ما راح يطلع لك لأنه بده زيادة. المهم اسمع افتح السكار. افتح السكار ما؟ إيه. ويلي هي أول. كم زاد معك؟ عندي 9000. خلاص افتح فيهم سكار، بتجيب السكار وبزيد معك.
فنجاني قطعة والدخنة والشنو اسمه والعشرة. افتح عشرة عشرة ولا تحط سكيب. والله طلع لي سكو، ما طلع لي سكو. على 80 فتحة مستحيل ما يطلع لك، اجباري بيطلع لك. والقطع الماتيريا هاي لا تصرفها، خليها معك انا بلا تساوي. اجتني سيارة. تمام، السيارة هاي اصلا ما لها داعي للبر هاي. للبنك مش اسمه. طلع تخطي. لا 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 لا. تعب لك سيجارة، عم تتعب. آخ وين الأرجيلة؟ القنبلة القنبلة ها. شو بدي بالقنبلة؟ خليه يطلع لي اللي شو اسمه، ما بدي القنبلة أنا. سكور. القنبلة يجيك عليها كل مسج صح؟ إيه. ما طلع لي. تطلع لك، تطلع لك في الساعة. انا حاجي بالك. حظك حلو. ايه كتير. لاني انا معك. حظك هاي. على حظك هاي. حظه مو حلو، حظي حلو. افتح شوف. لا كم تتوقف عسكر راحت يا الله. اجيبها وقفها امسكها. وقفي عسكر يستر على عرضك. يستر عمسته من الافكار انا. عم يعطيني هدول. نعم ضربني بخلقتك. نعم ضربني بخلقتك اصبر. ما بيطلع، ما يطلع، ما يطلع. طلع لي الخوزة. كهرمان افتح على حزمة جي. افتح على حزمة. شوف شو بيجي حزمة. لك وين حزمة جي حزمة؟ هاي على حزمة جي. هاي على حزمة جي. انا اسمع شوي. كمان اعطوني خوزة. شو بدي بالخوزة؟ اهدينا افتح على حزمة يوسف. هلا افتح. يلا هي على حظ ابن كوباني. شوفوا يلا انا حظي نوب لانه انا نوب. كلن فضيات يا معلم. كمان اعطوني فوزة ثالثة. عم يعطوني بس بخاخات يا زلمة. ايه خليهم يستخدمها. استخدمها. افتح افتح روح خلص انت. صاروا 110 وما اعطوني شيء يا زلمة. قلت لي على 80 بيعطوني. ولك روح انت لا تزعجني الا روح. رايح رايح. وين بدي اروح؟ على اجا. اعطوني كمان شو اسمه خوزه. اعطوني قنبله. كفو روح. نروح. يلا رح. هاي القنبله كل ما تشتري. اعطوني قنبله. هلا بيطلع لك قنبله ورا قنبله. قنبلة ورا قنبلة، قنبلة ورا قنبلة. ما يمكن واحد ورا الثاني. لا سكار 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 سكار. I need the سكار. أعطوني لبس الأخضر. خلينا نجمع هذا. تمام. أعطوني القناع تبع اللبس. تمام. خلينا نفتح. بعدين عندي 2000 شوي. بدي سكار يستر على مستر. بدي سكار. ما بيعطوني سكار. كم قطعة اعطوك ماتيريا؟ ولا قطعة. كفو. هم يعطوني بس فضيات وهدول الاسفاد اللي بتلزقهم على الارض وعلى الحيطان. خليكم تفتح.
شو صار؟ دي هدول فضيات بدي يضربون بوش مصطفى بن شام والاسقاط بدي يلزقون بوشك من كوباني. ايه يا عيني يا عيني يا عيني سكار. شوف هلا بس يطلع طلع لك؟ ما طلع لي هلا بيطلع لك بس يطلع لك بتفرفش خالصين ما اعطوني ولا شيء خالصين ما خالصين انا طلع لي من 2000 شده طلع لي على طول 2000 شده 9000 شده ما طلع والله انت حظك حلو كثير لا اقولها لا تستحي اسكت لا يا الله كم باقي معك يلعن لك اجت بهديت عسكر مشيت قال ما عمل اوه نو نو اوه يس سكوت سكوت لك كمان راحت على نفس القطعة يا ولدي هو يلعن عازي شو بدي بتدخني انا بدي سكور انا بدي سكور زالت ما بدي سكور انا مستحي ما اعطوني بالله قد ايه ما شدت قديش هلا شي 200 اعطوني خوزة عندي 100 يا اخي هاي هات الخوزة يا اخي انا ما عندي خوزة هاي الخوزة انا بحبها والله ما عم تطلع لي سكور سكور ما اجيك سكور خالصين خالصين من شداد ومن كل شيء وما طلعنا شيء يلا طورت السيارة هلا عم تقول لي بعد ما خلصنا عم تقول لي ليش ما طورت السيارة عم لك يلا كويس طورت السيارة طلعت السيارة يعني نشوف هون شنو 300 ما جاني شيء شو هلا خالصين كم باكج فتحت قهرمان كم باكج فتحت قهرمان حل عني اه حل عني اه حل عني اه حل عني اه ما بدي انت روح انقلع من هون اطلع اعطوني مظلة ما عاد اعرف اي وحدة اعطوني اياها نسيت مستحيل لا ما مستحيل ليه ما اعطوني معناته ما فتحت 200 بالله كم صندوق فاتح؟ ما فتحت 200 ما لحق على 200 قديش؟ 100 وشوي يمكن 100 قديش؟ بدي اشوف وين كانت نسيت اشتريت 3800 شدة ثانيين اكيد بيطلع لك لما توصل 200 بيطلع لك انا قلت واذا طلع لك بتطوره شحنت يلا افتح كمل ما طلعني ما طلعني كمل يا دام لما تصير 200 هر ما ابدا وقفت على وردة ثانية ولا حظ الجو سمعني انت والله من وقت ما تعرفت على ابن كوباني لحد الان وهو لابس اللبسة ما بتمل كفو هي حلوة كمان اعطوني سيارة هذول الاسقاط بدي اضربهم هلا لزقهم على وشك وابن كوباني ومتشك كل واحد كم طبعا اهم شيء الاخلاق اوه تعرف صح؟ سكار ايه اعمل لك خلاص ابكي بدي ابكي مش لما
هو على حظك طلع، هو اجباري بيطلع لك يعني، انت مالك حظ. لا يعني لا تضحك. بدي يبكي انا من حظ. لا اسمع يعني لو مو حاطين انه اجباري بيطلع لك كان ولا حيطلع لك. هلا بيان عندي الف، هلا بيان عندي الف وسيراميك شد ما راح اتركه. لا لا كملنا مشان نقطع، بدنا نقطع احنا كم قطعه لازمنا؟ خلينا نروح نشوف. فوت على ورشه العمل. ايه شو عمل هلا؟ وطور شو حط تحت الارتقاء. على اي ليفل صار؟ عندي اربع قطع بس. اربع قطع؟ طيب حط على السكار. ايه سكار. حط ارتقاء، ارتقاء. اي واحدة ارتقاء؟ وين اي واحدة سويها تأثير قتل؟ تحت على اليمين. ارتقاء. لا لا. ايه. حط الارتقاء. ايه. اتطور صح؟ ما اعرف شو صار، انطلق. اعطوني سكار تاني ما اعرف. عاصفة رملية. شو عاصفة رملية؟ لما شو عارفني؟ اعطوني سكار عاصمة رملية ما بعرف شو. يا اخي الاسكار اول واحد مكتوب اليقطين المسحور. لا تأثير القتل طلع لي بس هذا ترقية ما طلع لي. الثانية. الثانية ما طلع لك صح؟ لا بدها ثلاثة، هاي بدها رسالة قتل، بدها شقد اربعة. هدي هدي حط على الترقية، بدها ثلاث قطع صح؟ ثلاث قطع. كم بخاخ بدها؟ 40. ايه ايه انت معاك هذول الثنتين؟ معي 113 بخاخ. وقطع؟ معي ما مو مبين. ايه لا ناقصك قطع، افتح جيب قطع. وين افتح هذا؟ خايف ما يعطيني. إلا ما يجيك قطعة. افتح وحط سكيب على طول. ما أعطوني. ما أعطوني. ما بيعطوني، ما راح يعطوني. لا بيعطوك، بيعطوك. ما أعطوني. لا توجد ما يكفي ها. عم تحط سكيب صح؟ كمل كمل يا ولد. خالصين ما اعطوني هون شو؟ اعطوني واحدة هون. ايوه خلص كملها طور الثلاثة. بيبقى لك ليفل واحد بده اربع قطع، الاربع قطع هي ان شاء الله المرة الثانية بتطورها. تطور للترقية صح؟ تمام عندنا هدول. فوت جيم. استنى شو فوت جيم، افتح هدول صناديق اشوف شو بيطلع لي. يا نقطة اعطوني طاقية، شو بدي بالطاقية؟ اعطوني على قلبي. شو بدي على البنطلون انا؟ البسه. شو بدك تعمل فيك تاكله مثلا؟ الزيب الوحيد اعطوني سلاح تبع الكيو بي. نشوف شو في عنا لسه. كروت خلينا نصرفهم. كلاسيكية اعطوني 8 صناديق كلاسيكية. هلا صار عندي 11 بوت طاوة. خلصين من هون. عندي المخزون. وين سكار؟ عطوني هاي. هذا سكار عطوني يا. عاصفة رملية. هذا سكار اللي اعطوني اياه هون. اعطوني اي ما بدي. حط هاي الخوزة. الشنطة شنطة حاطط انا. بدي اللي شو اسمه طاية ما بدي.
طنجرة، خلينا نجيب لنا الطنجرة. أعطوني هذا الدبدوب. ضل لنا شي هون، حط على السكار المطورة.